وتتواصل المعارك بين المقاومة الشعبية والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله الصالح في المناطق المحيطة بمركز مديرية صرواح بإسناد من طائرات التحالف والجيش الوطني. المزيد مع مراسلنا خليل القاهري. المعارك في مأرب تتواصل في جبهات عدة. في المناطق المحيطة بصرواح وهي الجبهة الاستراتيجية الأهم تدور مواجهات تحاول المقاومة من خلالها استكمال السيطرة على المديرية التي تمثل منطقة امتداد نحو محافظة صنعاء. هذه المعارك تتزامن مع تمشيط طيران الأباتشي لتجمعات مسلح الحوثي وصالح التي ما تزال متواجدة في بعض التلال والمرتفعات المحيطة بصرواح آخر معاقل الحوثيين في المحافظة. كما يواصل الطيران استهداف مواقع في مناطق مختلفة خاصة باتجاه حريب القراميش المؤدي إلى مناطق خولان صنعاء. أما آخر حصيلة فتشير إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين وسط إحكام السيطرة على مركز المديرية منذ يومين. خليل القاهري، التلفزيون العربي، صنعاء.